تحياتي لكم، مرحبا بكم، وتحياتي لمشاهديكم الأكارم. طبعا حسب الادعاءات، حسب التصريحات من قبل المسؤولين في القنوات الإعلامية ومصادر إعلامية من هنا وهناك، نسمع بأن الخطأ ترجع إلى مسؤولين في حكومة أقليم كردستان المنتهية صلاحيتها لعدم تقديم البيان الختامي لثلاث أشهر الماضية إلى بغداد، ووزارة المالية العراقية لم يوافق على يعني إرسال مبلغ 700 مليار دينار، الوجبة الثانية من المبلغ المقرر إرسالها إلى أقليم كردستان. فنحن نتعجب ونتحير من هذه اللعبة، يعني اللعبة أصبحت مثل لعبة توم وجيري، الأفلام كارتون، يعني مع احتراماتي، يعني الضحية الأولى والأخيرة في هذه اللعبة لا منتهية هو الشعب الكردي، الموظفين، المعلمين، العمال في أقليم كردستان. لأن يعني نحن قبل الشهر الثالث من هذا العام كانت هناك تصدر نفط وتباع في أسواق العالمية عن طريق ميناء الجيهان. منذ سنة 2014 كنا نعاني من معاناة كبيرة وكثيرة من السلطات في أقليم كردستان، لكن عندما وقفت تصدير النفط حسب قرار المحكمة الاتحادية، فالآن يعني رواتب الموظفين في أقليم كردستان على عاتق الحكومة الاتحادية. فالحكومة الاتحادية لما يعني تعاقب الموظفين في أقليم كردستان؟ إن كانت هناك صراع ومنافسات سياسية بينهم وبين الأحزاب السياسية وبين الكتل السياسية وبين المنطقة المجاورة الذين يتدخلون في شؤون العراق وشؤون أقليم كردستان، فنحن الموظفين يعني أي الموظفين في أقليم كردستان، ما هو ذنبهم وما هو خطيئتهم في كل هذه السيد لقمان أيضا، ماذا عن مخصصات الإقليم من الموازنة؟ رغم أن الإقليم تحدث أنه إيفاء الإقليم يعني بكل التزاماته، تسليم ملف النفط والمعابر الحدودية والإيرادات الداخلية إلى بغداد، وحتى الآن ربما أعتقد أن حتى المخصصات النفطية من الموازنة لم تصل إلى الإقليم. هل تعتقد أن بغداد بدأت تتنصل من هذه الاتفاقية؟ طبعاً مواني في كلامي أنا تحدثت عن نرى ونشاهد بأن هناك عقوبة جماعية لأقليم كردستان ولشعب في أقليم كردستان، يعني نتيجة الخصومات السياسية، نتيجة الصراعات السياسية، المنافسات السياسية فيما بينهم. يعني طيب إذا لم تلتزم بغداد بإرسال 700 مليار دينار، يعني الدفعة الثانية التي تحدثت عنها، هل من الممكن أن يتدخل البرلمان ويلعب دورهم كمراقبين في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت؟ يعني ما يا برلمان أقليم كردستان، لو برلمان بغداد لجنة نيابية، يعني نعم سيد لقمان، يعني ما هو قصد البرلمان؟ يعني البرلمان العراقي هل ممكن أن يتدخل؟ يا سيدتي العزيزة، إذا كانت هناك برلمان حقيقي يتمثل الشعب ويتمثل مصالح الشعب وحياة الشعب، فمن المفروض أن يتحدث، من المفروض أن يقوموا بواجبهم، الواجب الإنساني والأخلاقي والديني والتاريخي والسياسي والديمقراطي على عاتقهم، بأنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي ولن يبقوا مشاهدين لكل تلك الأحداث وكل هذه المسرحية الخبيثة التي أصبحت شعب كردستان ضحية من ورائها. يعني المفروض السيد رئيس الجمهورية ونائب رئيس
البرلمان وأعضاء في برلمان العراقي ووزراء والمسؤولين في الحكومة العراقية بالأخص من الأكراد ينسقوا مع أصدقائهم ومع الناس الطيبين الخيرين في الأحزاب السياسية طيب. والكتل السياسية العراقية الأخرى. سؤال أخير لو سمحت لي سيد لقمان، حكومة الإقليم تعتزم إرسال وفد هذا الأسبوع إلى بغداد وطرح هذه القضية، برأيك ما المأمول منها؟ والله يعني مثل ما قلت، يعني هذه أصبحت مثل أفلام كرتون توم وجيري، يعني لا ليست هناك داعيا ولا يعني ما هو السبب لإرسال الوفد، يعني هو القضية قضية واحدة، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنان، فلماذا إرسال كل هذه الوفود وكل هذه الألاعيب؟ يعني فيستجيب لدعوات الشعب، إن كان الخلل من حكومة أقليم كردستان فيعاقبهم، ويعني هناك دستور عراقي ومن حق الحكومة الاتحادية ومن حق برلمان العراقي ومن حق المحكمة الاتحادية إصدار قرارات وإلزام المسؤولين في حكومة أقليم كردستان منتهية صلاحيتها أن تتمثل أمام الأمور القانونية والدستورية للعراق. أشكرك جزيل الشكر لكل هذه الإيضاحات والمعلومات من السليمانية، لقمان حسن محلل سياسي.